يا صباح الفل والخير والجمال والهنا والسعادة، ورمضانكم رمضان كريم يا رب كده، ورمضان كريم علينا جميعا. كل سنة وحضراتكم طيبين، يجعل أيها كده يا رب مليان بالطاعة والمغفرة والمحبة، وعلينا وعليكم الأيام بخير. النهارده بقى تاني يوم من الشهر الكريم، وزي ما انتم شفتوا برنامجنا في نهار جديد هيبقى ليه شكل جديد وطابع جديد مختلف طول شهر رمضان. هنرجع مع بعض كمان في الهنية الحلوة اللي عايشين عليها سواء احنا بقى جيلنا او الاجيال اللي قبلنا، وكمان الجديد واللي موجود في رمضان دلوقتي، وهنتكلم عن كل موجودة في حياتنا بقى وتخصنا، يعني زي انه احنا ناس كلنا عايشين مع بعض في الدنيا وفي مصر، فاكيد كل حاجه هتكون مشتركه ما بيننا وما بين بعض. طبعا عادتنا اما على او على او اطري حضراتكم، الارقام هتظهر قدام. هنتكلم في حاجه مهمه جدا معانا كل شهر رمضان، شهر مليان بالروحان الايمان، وطبعا شهر زي ما قلنا ربنا يعوده علينا وعليكم الايام بخير. لكن في موجوده في مصر بس، يمكن اكتر بلد فيها طقوس يعني بيها كاحتفالات من نوع زي الفانوس مثلا. الحاجة اللي احنا لما نبص كده نلاقي ما ينفعش ان رمضان يهل غير ما الفانوس يهل علينا، مش ان الشوارع والاحلاء والورش اللي هي طبعا مشهوره بصناعه الفوانيس ابتدت تدقدق، وده بالمناسبه مش يعني مع قدوم شهر رمضان او الشهر اللي قبله، لا شهر كمان قبليه. الحمد لله رب العالمين، اللهم دامها نعمه وحفال. الفانوس المصري تفوق، يعني تفوق بلا منافس نازع. طبعا الفانوس المصري طول عمره احلى وطول عمره مبهر اكتر، وطول عمره بيقول لك هو ده رمضان اللي بجد اللي هو معاه الفانوس ده. عفوا، لكن احنا ابتدينا نشوف انه مثلا مع تطور الوقت الفانوس المصري هو اللي بيتراجع، الفانوس الصيني اللي هو بيبقى عباره عن كرتون وكاركترز وحاجات كده هو ده اللي يبقى مقدمه عنه، ويبقى ده اللي ثمنه اغلى. ابتدت ورش الفوانيس وخصوصا كمان فوانيس الصناعه اليدويه رجعت تاني في ورش دمياط، ابتدت ترجع لورا يعني تتراجع شغلها من الفوانيس، لان احنا كنا العمليه معانا الطف، كنا استورد اسهل. يعني انا ليه هصنع ما استورد؟ وبالمناسبه فكره الاستيراد هي من الكوارث اللي خلت فيه صناعات في مصر ما تبقاش موجوده، يعني كنا بنستسهل الاستيراد. يعني الحمد لله برضو انا عارفه ان في ناس كتير ما بيعجبهاش كلامي او مش هيعجبها كلامي او تعترض عليه، بس قسوها بالزاويه اللي انا بقيسها دي. يعني لو احنا بنتكلم على الدولار ان هو رب ضاره نافعه، انه ده كان ضرر، احنا شايفين انه الدولار ارتفع فكنا زعلانين جدا ومتضايقين جدا، ولكن الدولار لما ارتفع هيخلي كتير جدا من الناس تستغنى عن السلع اللي كنا بنستوردها على الفاضي وعلى المليان، ونسعى فيها عملة صعبة كبيرة جدا، وتخلي كم عاملة في مصر وورش في مصر تشتغل. كم منها الفانوس؟ الفانوس بعد يمكن يعني وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور منير فخري عبد أصدر قرار إنه منع استيراد الفوانيس. طبعا بعد ما بقى لقى ملايين ملايين الدولارات بتنزفها تمام؟ من السوق السوداء وحاجات كده وفتح اعتمادات في البنوك وقصص كبيره جدا، وكانت المحصله ان احنا كل اللي احنا كنا بنعمله ان احنا بنستورد بيها فوانيس، فوانيس وبس. يعني هل تتخيلوا؟ طب ماشي، لما نيجي نتكلم ان احنا بنستورد رز اقول لكم ماشي. حاجات سلع اساسيه ما علينا، لكن احنا لما نوصل كنا لمبالغ، انا مش عايزه اقول لكم بس ارقام لان انا هحاول اجيب لكم الارقام رقم بالظبط، لانه لو سمعتوا الرقم هتتخضوا معايا. انا هجيب لكم الرقم بالظبط دلوقتي حالا اللي كان من 2015 كام، لكن الحقيقه اللي انا عايزه اقوله انه كان الرقم كارثي ان مصر بتستورد فوانيس بس. يعني ده كان الحد الادنى على فكره 5 مليون دولار، الحد الادنى 5 مليون دولار. اضربوا بقى واحسبوا الدولار بكام، قولوا في متوسط 8 هنخليه في 8، يعني 400 مليون جنيه فوانيس. تخيلوا 400 مليون جنيه فوانيس، فكان طبعا حاجه مش طبيعيه. المهم الحمد لله رب العالمين الدولار غلي فخلى الناس ما تستوردش، نزل بقى الفانوس المصري بتقله السنه دي غطى على كل المستورد، لدرجه انا كنت تنزل جدا لما تروح الاماكن المحلات تلاقي ابتدى بقى الفانوس المصري هو اللي متشال، وكانت اسعاره مناسبه جدا السنه دي. يعني شفنا مثلا الفانوس الدمياطي كان مكتسح السوق كله،
هتلاقوا الفانوس كان بيتراوح سعره مثلا ما بين 25، كان في صغير قوي كده يعني ب 11، وكان في ب 20، وكان في ب 30، وكان في ب 40. يعني ده بنبتدي من الحاجات البسيطه. فانوس بقى المستورد اصلا كان عدى ال 100 و100 وي. انا بصراحه شايفه انه ما كانش ليه لازمه ان يجيبه لاولاده، لانه كمان حتى الاغاني اللي في الفانوس ملهاش اي علاقه باغاني رمضان. فدي كمان لو يعني لو سالنا حد من الاساتذه التربويين هتلاقوا ان هي بتبوظ ثقافه الطفل. يعني مثلا تلاقي مش عايزه اقول اي شخصيات بعينها، بس هتلاقي اغنيه ملهاش اي علاقه بالاغاني اللي احنا متعودين عليها في رمضان، لكن هتلاقي فانوس دمياط وبيغني، وهتلاقي فانوس الخيميه زي اللي احنا حاطينه دلوقتي على الترابيزه ده هتلاقوه في الاسواق دلوقتي وراكب له بطاريه لو هي فكره ان احنا بنغني. لكن الناس ممكن تكون كانت بتشتري الصيني ده كلعبه للولاد يعني يتسلوا بيها. فافصلوا لاولادكم الفانوس عشان يفضلوا على طول عارفين فانوس المصري بتاعهم وعن بقى اصلا جت منين. قصه الفانوس في ثلاث روايات اتقالت عن الفانوس، واحده منهم هي الاقرب للصح، بس احنا هنقول لكم الثلاث روايات. الروايه الاولى قالوا انه الرومانيين لما دخلوا مصر واثناء الدوله الفاطميه دخلوا مصر فاستقبلوهم الناس بالليل بالفوانيس، وقالوا ان دي عاده، فوانيس اللي هي الشمع دي، قالوا ان دي عاده انها تنور البلد بالليل والتوبه موجوده طول شهر رمضان عشان القاهره كلها تنور. الروايه الثانيه ودي قريبه برضو للروايه الاولانيه ما كانتش بعيده عنها قوي، وهي كانت ليها علاقه بالفاطميين وهم جايين من دوله المغرب. لما دخلوا على من الصحراء الغربيه طبعا طلعت الناس في اثناء دخولهم طبعا في الصحراء يستقبلوهم بالمشاعل والفوانيس. فكان طبعا الفوانيس اللي هي بيتحط فيها الشمع وبتاع، لان طقوس استقبالهم يعني دخولهم اول دخولهم مصر ان هم يمشعلوا فانوس، فبقت دي وسيله الاضاءه موجوده عندنا في مصر. طيب ناخد ياسر يصبح علينا. طيب واقول لكم الروايه الثالثه كانت ايه. ياسر صباح الفل. نور صباح الفل عليك. كل سنه وحضرتك طيبه والمستمعين بخير ان شاء الله. وانت طيب، ربنا يخليك يا ياسر وانت طيب. ربنا يجعل رمضان ده ان شاء الله احسن من السنه اللي فاتت وتكون سنه جميله على الكل باذن الله. يا رب يا ياسر، علينا وعليك يا رب وعلى مصر كلها والعالم كله قادر كريم. استاذ خالد عليش النجم المعصم. هصبح لك على حضرتكم وبعد رمضان باذن الله هيرجع لنا على طول يا ياسر. والله انا كان ليا بس طلب عند حضرتك بس صغير. يعني اتفضل. والله في في بعد المرج اسمها القلق. القلق. ده استمرار ومفيش حد من المسؤولين بيتكلم عن اي حاجه يعني. يعني انتوا عندكم الميه قاطعه دلوقتي يا ياسر؟ انت حضرتك ما تجيش الا ما بتجيش الا 9 بال 125 بتاعت الشكاوى، ما حدش افادنا بحاجه وكلمنا الوحده المحليه برضو ما احنا بحاجه. طب هقول لك على حاجه يا ياسر لو سمحت من فضلك، ما تقفلش تليفون، ارجع لزمايلي في الاعداد سيب بياناتك، وانا بوعدك ان شاء الله باذن الله يوم الخميس هكون جبت لك رد من العميد محيي السرفي طبعا المسؤول عن الشركه القابضه للمياه ومياه الصرف الصحي، والحقيقه هو بيتفضل مشكورا بيتواصل معانا دايما، وبوعدك اللي هي المشكله دي هكون اديتك رد وتتحل. يعني اطمع طبعا ان المشكله ما تكونش كبيره تتحل في اقرب وقت، لكن بوعدك ان انا هرد عليك باذن الله وانا موجوده يوم الخميس. بشكرك جدا يا ياسر صباح الفل، ويعني وهنحاول باذن الله برضو لو قدرنا في الحلقه دي نوصل مع سياده العميد يبقى يا ريت لنا. طبعا يعني احنا في شهر رمضان وحتى غير رمضان في الصيف والناس محتاجين ميه. صباحك صباح الفل يا ياسر. عموما الروايه الثالثه عشان هنطلع نشوف تقرير جميل، وبشكر طبعا زملاء يعني اللي فكروا في التقرير دوفو. الروايه الثالثه كانت بتقول انه الستات زمان ما كانوش بيخرجوا بالليل. يعني كانت ست زمان عشان تخرج بالليل تحس بقلق بقى في يعني في مصر كده، فكانت دايما الست تمشي لو عايزه تخرج بالليل في الشارع يبقى قدامها ولد صغير ماسك فانوس بشعر يبقى دلاله، كانت الناس بتاخده دلاله يعني نوع من انواع الدلالات ان في ست ماشيه فيوسعوا الطريق وست تمشي براحتها، يعني نوع من انواع طبعا الاخلاقيات. ودايما كان حتى نسمع انه حد لما تعدي ست كده في مصر زمان يدي صوت ايه نحنها كده ان هو يعني ايه انه داخل لو حد من ستات البيت او الشارع مثلا او داخل البيت لازم تاخد راحتها وما تضايقهاش. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم بعدين. الورشه دي بقى لها 100 سنه او فوق ال 100 سنه، انا تقريبا بقى لي 12 13 سنه شغال في الشغلانه هنا. 12 ورشه. من بدري الصغير بنبدا الفوانيس، لا عشان خاطر مش 2 او 3، حوالي بتاع 10 12 سم فوانيس.
فالنوع اللي احنا معلوش ما بيخزنوه السنة عشان يقدروا يكسبوا في السنة اللي بعدها. فوانيس الصغيرة كنا شهر أو شهر أو تجارنا الصيني والفل المصري ما فيش وجه مقارنة خالص، مفيش وجه مقارنة خالص خالص. يعني دي لعب أطفال بس بيغيروا النغمة بتاعتها تقول وحوى وحوي، لكن الفانوس المصري مثلا عن حوالي رمضان فانوس مصري وما في الفانوس المصري ما يمكن. الاقي على هذا التقرير وانا عايزه اقول لكم حاجه تفرح، ان شباب شباب يعني الصناعه لجيل ورا جيل، القرير ده شباب بيتعلم على حق اللي هو يجي قدام محل تحط يعني وعايز فانوس مصري، وده اللي مستمر دولار. مين معايا؟ رامز عبد الله. رامز عبد الله حد اقول معاكي كله سواء انت او خالد او داليا ميرسي. وكمان بحس ان انتوا بتتصنعوا يعني انا دايما اسمعكم، حتى في العربيه كنت بسمع خالد قبل كده. طب الحمد لله فدي حاجه كويسه، ربنا يعمله على كده يعني. يا رب ان شاء الله اكيد مكملين بيه. معلش ربنا، حاجه كنت عايزه انا، انت مره من اسماء من تقريبا اخر رمضان على حاجه السلع الاساسيه، وان اسكت اسكت بقى يا رامز، الناس كلها زعلت مني والله، كنت ناوي هفتح الموضوع معاهم النهارده بالهم بقى خبيره الفلوس. ان احنا يعني انا ما اعترضتش يا رامز ان الاسعار عاليه، انا ما قلتش ان ما فيش غلو اسعار، بس انا عايزه اقول لك انه يا رامز في ناس لحاله الغلاء وبتزود اكتر. طب انا اقول لك على حاجه. قول. بصي انت على فكره انت لما كنت دايما كان في متفق بلاش نفطر خالص او بلاش ناكل خالص. لا انا هرد عليكي بقى، على فكره انت قلتي كلمه حلوه قوي. طب بيحصل اهدار كتير قوي في الاكل. صح. يعني احنا بنشتري بزياده قوي. صح. وده بيبان لما بنيجي نعزم حد، تبص تلاقي مثلا نجيب بزياده، تبص تلاقي الزياده بعد كده بترمي. صح. انا عايز اقول لك معلومه. اتفضل. بره انا يعني ممكن ناس تضحك على الكلام ده، بس انا هقول لك بره لما بيجوا ياكلوا لحمه بيشتروها بالجرام. صح. لا يضحكوا ليه؟ ده بيروحوا يشتروا يعني بالموزه والتفاحه الواحده يا رامز. خدي بالك ده مش هيجي، لان اصلا مش حتى احنا عندنا ما عندناش ثقافه ان احنا ناكل صح. احنا بقى نتكسف يعني، لو جيت لك البيت جايبه 3 4 موزات كده على قدنا ناكلهم، لا طبعا لازم اخش عليك واخده 2 3 كيلو موز على 4 صواني كنافه وكده. يبقى انت كده بخيل. لا وبعدين بص يا سلام، لو انا جيت لك ناكل ولقيتك مثلا عامل صح تصدق هزعل، امال فين الرقاق وفين ويا ريته في الاخر والله بيتاكل هبقى مبسوطه. لا وكمان هقول لك على حاجه كمان دايما من كلامك، بس انا مبسوطه ان انت مركز معانا وانك يعني متابع الكلام. اعمل ايه يا رامز؟ ما هم جننوني يا رامز والله. انا محامي صراحه يعني، انا بنزل يعني بنزل اقعد اسمعك كده واسمع خالد واسمعكم كجروب كده. لا بتقولوا كلام حلو، في امل بصراحه. انا عن نفسي بحب اسمعك. تاني حاجه بقول لك على حاجه، انت باين عليك انت شفتي بيت شاطره. شفت بقى ناصحه. خلي بالك مش شاطره. لا لا شاطره، بتنزلي بتشتري حاجتك ومدبره لا انت باين عليك. خليك يا رامز ميرسي قوي، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. عموما هيبقى معانا فقره مهمه النهارده يا رامز. عن يعني مع خبيره اقتصاد ازاي ندبر امور بيتنا ومصاريفنا في كل حاجه، فتابع الفقره دي. انا قلت اجيب لهم خبيره المره دي، يمكن انا مش عارفه اقول بقى. لا لا انا كنت متفق معاكي جدا على فكره. ميرسي يا رامز. وانت مع الخبيره دي ارمي كمان بقى مع الدولار. شوفي العربيات. حاضر. لازم من تجار العربيات هما دلوقتي طبعا جديده بيقول بينزلها غالي، الوكيل بيطلع الفاتوره غاليه. المعارض مظلوم غير مظلومين، بالعكس انا عن نفسي انا كنت حاجز نوع عربيه كان لسه نازل في اغسطس 2015 كسعر يعني مش هقول طبعا كلام، بس كان نازل بسعر تقريبا 80,000. انا عايزه اقول لك يا رامز انه خالد كان لسه بيكلمني في الموضوع ده قبل رمضان، وقال لي برضو على موضوع تخزين العربيات ده، وفي يعني بس يعني الفكره اللي كنت بكلم فيها انا وخالد كنا عايزينكم تروحوا تبلغوا يا رامز. بصي هقول لك اثناء، بصي الموضوع مش كده، الموضوع ان هم اللي يقدر دلوقتي هيقدر يكسبوا يعني يفكروا كده. طب ما هيكسبوا منك وهيكسبوا من اللي بيبقى حوالين الناس، ان انا العربيات زادت العربيات زادت العربيات زادت. بصي يا رامز مش عارفه يعني، طبعا صباحك صباح الفل، بس انا اوعدك ان احنا نفتح موضوع العربيات قريب جدا، ونشوف كمان ناس من اللي عندهم خبره في موضوع صباح الفل يا رامز. انا عايزه ما قلتلكوش بقى انهي روايه فانوس اللي هي ليه ما كان بقى بيتقال في كتب او في ارضه اللي انتم
قال لك لا انت عارفه ونقص فلوس قد كده، احنا عندنا حقيقيين ناكل في كل كنافه بالنوتيلا، كنافه بالمانجا، كنافه انواع كتير. يعني عموما معاكم نهار جديد وفرحانه كده، كان خلينا نقدم لنا ونرجع معاكم في نهار جديد. صباح الفل. طيب مصطفى زميلي، رمضان احلى جديد.